الأخير ثورة السويداء إلى الأمام، عبرة للي بالساحة وللي خارج الساحة وللسوريين كلهم، إنه في عنا شيء بسوريا يجب تغييره. رح ننطلق من السويداء من حالنا، نبدأ من حالنا، نحن عم نغير بداخلنا، أملاً بدستور جديد للسوريين، أملاً بحياة غير هاي الحياة اللي عايشينها، غير هذا الإذلال المتعمد اللي ما كاين ينتهي. نحن صح ما بنطلع، ما بيطلع بإيدنا نساوي شيء، لأنه ناس سلميين حضاريين، لكن بالمقابل صوتنا بده يوصل، رغم أنف الصعاب والموتورين والمال السياسي وغيره وأشباهه. نحن هون على مستوى السويداء وعلى مستوى الحراك صرخة لطفل محروم من كل شيء بده يوصل صوته بالنهاية. أهم شيء أنه نحن عم نغير بداخلنا، وعم نغير سواء بالموقف السياسي أو الموقف الوطني، انطلاقا من الوطني البحتي بعيدا عن كل الغايات والمآرب. نحن واصلين. اليوم أخذنا جرعة أمل ونفخ بروح الحراك والثائرين، وسوريا حرة ومستقلة ومستقبل زاهر. من ساحة الحرية، ساحة الكرامة اللي هي صفت منبر للأحرار بالسويداء ولكل السوريين، واللي السوريين كلها يتعقدوا أمالهم عليها، بحيث أن هاي هي المنبر الوطني اللي حاليا متاح بظل هاي الطغمة الأسدية الحاكمة.